في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني حول مخاطر الإنترنت، وفي مبادرة تحسيسية توعوية قامت بها مصالح أمن ولاية بومرداس بالتعاون مع المجموعة الإقليمية لدرك الوطني لفائدة تلاميذ متوسطة محمد غرس الدين. نعرفوا النقاط اللي لازم نمشيو فيها كيكون استغلالنا للإنترنت ولا لمختلف المواقع اللي ندخلوا ليهم باش ما نغلطوش. هكذا البنات، الام عايشه وحدها، الاب عايش وحده، كل واحد عايش في عالم افتراضي وحده. هذه الانترنت مجرد عالم افتراضي فقط مليء بالكذب، حتى ولينا ما نقدرناش نامنوا باش نعيشوا الواقع، خاصه في السن تاعكم نتوما. الشرطة والدرك الوطني جوعدنا المؤسسة تاعنا متوسطة محمد غرس الدين، قدموا لنا نصائح حول استعمال السلبي للإنترنت، وإن شاء الله يكونوا كامل التلاميذ استفادوا من هذا الدرس. هذه العملية التحسيسية التوعوية التي نتمنى أن يكون التلاميذ قد استفادوا من كل هذه النصائح التي قدمت لهم. وتبقى المصالح الأمنية المشتركة مجندة لمواجهة مختلف الجرائم السيبرانية المفتعلة من طرف المشبوهين حماية لأبنائنا المتمدرسين.